ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. مرحبا بك معنا سعادة النائب في نشرة الثامنة، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، لو توضح لنا إسهاماتكم كسلطة تشريعية في مساندة العملية التنموية. مرحبا، مساء الخير. طبعا السلطة التشريعية لها دور أساسي يعني منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني ومنذ يعني مشروع جلالة الملك الإصلاحي حتى الآن. لعبت السلطة التشريعية دور أساسي في تعزيز مسألة التشريعات في الدولة، وأيضا تعزيز أدوات ومبدأ الرقابة على مستوى الدولة ومؤسساتها. وأعتقد أن هذا أحد الإنجازات الرئيسية اللي تطلعت فيها البحرين خلال العهد داخلي جلالة الملك، اللي يعني وضع أسس جديدة للمؤسسات ودولة القانون في البحرين. وأعتقد أن المسار الديمقراطي في البحرين يتطور بصورة مضطردة، وأعتقد أن هناك فرص كبيرة لتطوير المسار الديمقراطي في المستقبل القريب. وأعتقد أن هناك تفاهم على مستوى الدولة على مستوى الخيار السياسي في البلد لأهمية المؤسسة التشريعية. نعم. لما تقوم به من دور أساسي ورقابي. وأعتقد أن احنا جنود في مسيرة طويلة لأجل نهضة البلد إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.